هذا الرجل عبقري لبناء سفينة جسم غامض يمكنها الانزلاق فوق الماء. في وقت من الأوقات عرض شخص عليه $1,000,000 لشراء السفينة. دعونا نلقي نظرة على كيفية صنعه. في الواقع هذه العملية بسيطة للغاية، ويمكنك حتى صنع واحدة بنفسك في المنزل. أولاً، رسم دائرتين كبيرتين متحدث المركز على الأرض وقسمهما إلى 6 أجزاء متساوية، والتي شكلت الإطار الأساسي للجسم الغريب. بناء على حجمها فإن السفينة هائلة. بعد الانتهاء من الإطار بدأ البناء الفعلي. أخذ بعض الأنابيب الفولاذية ولحمها معاً، واستخدم شرائط سبائك الألومنيوم لإنشاء إطار قام بتثبيته في المركز مثل مكشطة. مع هذا تم الانتهاء من الهيكل الأساسي. الآن تأتي الخطوة الحاسمة. ملأ الدائرة بالرمل، وبينما كانت الكاشطة تدور تشكلت الرمال في قبة مثالية. لجعله أكثر متانة سكب الأسمنت على الرمال وصقله بالمكشطة. بمجرد أن يصلب الأسمنت صقل السطح ورسمه باللون الأرجواني مشكلا قالب الجسم الغريب. لكن هذه كانت الخطوة الأولى فقط. بعد ذلك بدأ في صنع جسم السفينة. اختار الألياف الزجاجية بدلا من ألياف الكربون أو الفولاذ، لأن الألياف الزجاجية توفر توازنا جيدا بين القوة والتكلفة. بعد تطبيق الألياف الزجاجية قام بثني القطع المعدنية نصف الدائرية ولحامها في إطار دائري، والذي تم وضعه على القالب لإنشاء الهيكل العظمي الجسم الغريب. كما عزز الإطار بمزيد من الألياف الزجاجية، وسرعان ما اكتمل النصف العلوي من غلاف الجسم الغريب. نظرا لأن الراتنج ترك بعض الحواف الخشنة فقد قلبها وصقلها برمل ناعم. بمجرد الانتهاء من التنظيف قام بتطبيق طبقة من عامل الإطلاق على السطح، ثم انتقل إلى جزء مهم من تصميم الجسم الغريب. قام بقطع الألواح الرغوية السداسية ووضعها على الغلاف تاركا بعض الفجوات. هل يمكنك تخمين ما كانوا من أجله؟ بعد تثبيتها وضع الراتنج الأبيض على الرغوة وقص الألياف الزجاجية لتغطية كل مسدس. خلق هذا نمطا سداسيا فريدا على السطح. بمجرد أن يصلب الراتنج استخدم مطحنة لتنعيم وفصل الحواف. الآن أكمل النصف العلوي من قذيفة الجسم الغريب. تم صنع النصف السفلي بطريقة مماثلة، لكنه تضمن أيضا حجرة محرك لنظام الدفع. ملأ الفجوات بالألياف الزجاجية ثم قام بتركيب المروحات والمحرك. بعد أن كان المحرك في مكانه قطع فتحة أمام المروحة ورسم الجزء السفلي بطلاء أسود مقاوم للماء. أخيرا قام بتجميع النصفين العلوي والسفلي لتشكيل غلاف الجسم الغريب الكامل. تم تصميم موقع الفتحة مسبقا، لذا قاموا ببساطة بإزالة الألواح. تمت إزالة الألواح السداسية أيضا لأنها كانت مجرد قوالب للنوافذ. بعد تنظيف مناطق النوافذ استخدم مطحنة لتنعيم حواف الألياف الزجاجية الخشنة. بمجرد الانتهاء من الخارج بدأ التركيز على تلميع السطح. بعد ذلك جاء تركيب المكونات الميكانيكية والميزات الداخلية. قام بقطع ثقب بجانب المروحة لأنبوب عادم المحرك، وحفر ثقبا آخر لتمرير كابل فولاذي من خلاله. هذا الكابل الفولاذي متصل بالمروحة مما يسمح له بالتحكم في السفينة. قام بتوصيل الطرف الآخر بعجلة القيادة داخل قمرة القيادة. الإضافة الراحة قام بتركيب مقعد مريح. كان التصميم الداخلي واسعا للغاية، وقام بترتيب المساحة بعناية خطوة بخطوة، ورسم السفينة بأكملها لمنحها مظهرا أكثر سلاسة. كان تصميم الجسم الغريب يتشكل تدريجيا، كما قام بصنع الفتحة من الألياف الزجاجية وقسمها إلى نصفين وتركيب آليات رفع أوتوماتيكية على كل جانب. كان التأثير رائعا جدا، وكان له إحساس عالي التقنية بالداخل. قام بتبطين كل زاوية بالقماش وتركيب مصابيح الليد حول الإطار السداسي. أعطاها الهيكل المظلم والإضاءة أجواء مستقبلية. بعد تثبيت جميع أدوات التحكم والأدوات اللازمة في قمرة القيادة قام بتركيب النوافذ السداسية بالزجاج المقوى وختمها. بعد 2.5 يوم من العمل الشاق تم الانتهاء أخيراً من سفينة تشبه الجسم الغريب وبدت مذهلة. لم يستطع الانتظار لأخذها لإجراء اختبار على نهر قريب. كان المحرك قويا جدا، وانطلقت السفينة عبر الماء دون عناء. جذب تصميمه الانسيابي الانتباه من كلا جانبي النهر، وأينما ذهب كان مركز التركيز. عليك أن تعجب بمهارة هذا الشخص وإبداعه. إذا كنت تمتلك مثل هذه السفينة فماذا تريد أن تفعل بها؟ حقا عبقري.